بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي ليلة في ختام هذا الأسبوع يوم الخميس. معودناكم دايما أن كل يوم خميس في ختام هذه الحلقة بالتأكيد بيكون معنا صحفي وناقد رياضي للحديث على المستجدات الرياضية وما طرأ على الساحة الرياضية خلال هذا الأسبوع. وهذا الأسبوع تحديدا كان فيه أحداث رياضية كثيرة جدا فيما هو متعلق بجائزة الاتحاد الإفريقي أو جوائز الاتحاد الإفريقي العام 2019، جوائز الأفضل اللي أقيم في الغردقة أول أمس، وأيضا كمان مباريات النادي الأهلي في الدوري العام، مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي إن شاء الله يوم السبت القادم، آخر المستجدات المتعلقة أيضا بكرة القدم المصرية، عودة الجماهير، الحكام الدوليين، نظام تقنية الفيديو الفي آر، في تفاصيل كتيرة بالتأكيد لازم يكون معنا النهاردة ناقد رياضي وصحفي كبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة، عنده كواليس وعنده أسرار بالتأكيد، فرصة النهاردة يكون معنا ونسمع منه ونشوف آخر الأخبار والمستجدات وتعليقه على كل هذه الأحداث خلال الفترة الأخيرة. استاذ محمد منور الدنيا واهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ محمد سعيد، ليله سعيده على جماهير الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاهلي في القادم ويوم السبت ان شاء الله باذن الله. طيب ابدا معاك بالحدث الابرز خلال هذا الاسبوع، مصر استضافت حدث افريقي عالمي، لان انا برضو مهم جدا اقول عالمي لان الاتحاد الدولي فيفا عبر موقعه الرسمي اهتم جدا بتغطيه هذا الحدث على الويب سايت، واتكلموا على ان مصر استضافت حدث افريقي كبير جدا اقيم في منطقه سياحيه ممتازه في البحر الاحمر في الغردقه سهل حشيش. تعليقك على الحفل بشكل عام وملاحظاتك وشفت الحدث ازاي في مصر؟ هو بالتاكيد يعني من اجمل الاحداث اللي نظمتها مصر الفتره الاخيره، مردوده مش كره قدم بالتاكيد، لكن مردوده كبير جدا جدا على سمعه مصر السياحيه، ياما رئيس الاتحاد الدولي يدعو كل الناس وكل انحاء العالم ان هم يزوروا مصر، دي اكبر دعايه لمصر كسياحه وكبلد كبيره ودوله عظيمه، والحاجات دي كلها مكاسب لا تحصى ولا تعد، بعيدا عن كرة القدم أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو أي حاجة تانية. هو تنظيم الحدث في حد ذاته وفي مدينة سياحية زي الغردقة وفي حضور نجوم وكوكبة من نجوم العالم، فشيء طبيعي جدا أنه في مكاسبه كتيرة جدا وهيبقى ليها مردود كويس في المرحلة اللي جاية. الحدث نفسه الأفضل في أفريقيا، الأفضل نجوم، الأفضل أندية، الأفضل مدربين، كل الكلام ده كله ده كوكتيل كويس جدا جدا. الحفل كان شيك وكان محترم وكان زي الفل، ممكن يكون في بعض السلبيات الصغيرة ممكن تتلافاها في بعض الحفلات أو بعض الاحتفالات القادمة، لكن في حد ذاته ده لا يقلل من أنه حدث كبير جدا، حدث على أرض مصر وفي أول يناير وفي بداية فترة سياحية مهمة جدا لمصر. أكيد. طيب استضافة مصر لهذا الحدث مش الأول ولا الأخير، لأن طبعا خلال عام 2019 مصر استضافت أكبر الأحداث الإفريقية الكبرى، كأس الأمم الإفريقية للكبار في شهر 6 و7 العام الماضي، كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في شهر نوفمبر، تمام، وختام هذا الموسم الإفريقي باستضافة هذا الحدث جائزة الأفضل أو جوائز الأفضل في الاتحاد الإفريقي. هل ترى أن الاتحاد الإفريقي مصر والكاف خلال الفترة الأخيرة بقى هناك تجاوب، بقى هناك مساندة، بقى هناك فكرة تعامل بشكل كبير جدا احترافي لإبراز حتى كمان فكرة المسابقات الإفريقية والتعاون ما بين الكاف والدولة المصرية؟ هو بالتأكيد الكاف هو المستفيد من هذا التعاون، لأنه هو بمجرد ما بيقول على حاجة بيلقى التنظيم بتاعها بيتم على أعلى مستوى، ما بيحصلش ولا هيحصل في الدول الأفريقية الشقيقة أو حتى دول شمال أفريقيا لو حد أسند إليه تنظيم حاجة من كده بشهادتهم كمان طبعا بالتأكيد. فهو يعني ما كانش يحلم الاتحاد الأفريقي أنه يتنظم ثلاث أحداث مهمة زي حضرتك ما قلت في أقل من ست شهور على أرض مصر بهذا الجمال والحضور الكثيف، إذا كانت 24 منتخب في كأس الأمم الأفريقية، إذا كان 8 منتخبات كبرى في منتخبات الشباب وتحت 23 سنة، وإذا كان حفل الأفضل، فشيء طبيعي أنه التجاوب موجود
بس هو التجاوب من الدولة المصرية، من الدولة والحكومة المصرية اللي هي بترحب بالحدث وبتطلعه في أجمل صورة، وده المكسب الكبير جدا يرجع للاتحاد الأفريقي. من الممكن يبقى في مكاسب أخرى مصر بتحققها بالتأكيد، لأن احنا مش بنعمل حاجة لوجه الله، احنا بنعمل حاجة لبلدنا، بنعمل حاجة لسمعة مصر الرياضية والسياحية والحاجات دي كلها، مكانتنا. شيء طبيعي، شيء طبيعي ان احنا يما بنستضيف هذه الاحداث الكبيرة بيبقى في مردود كبير لينا احنا اقتصادي، بالتأكيد ان شاء الله هيبقى يتعاظم في المرحلة اللي جاية. وفي الاتحاد الافريقي هو المستفيد الاول، لانه كل طلباته مجابه وبيلقى في نوع من انواع الاقبال الشديد والتغطيه الاعلاميه الضخمه، من مش من مصر بس، من كل وسائل العالم اللي بتيجي في مصر عشان تغطي الاحداث دي. بل بالعكس كمان، مصر بتعلي ايمج المسابقات والحفل الخاص بالاتحاد الافريقي. بالظبط، يعني جرى العرف خلال السنوات السابقه على الاقل جوائز الافضل في الكاف في قاعات في فنادق إقامة أو في فنادق فخمة، فبتبقى أمور معروفة. لكن مصر ذهبت في مرحلة أن عملت القرعة، قرعة أم إفريقيا تحت سفح الأهرامات، عملت حفل الجوائز الأفضل للاتحاد الإفريقي في منطقة سياحية وعلى البحر الأحمر، وفي منطقة كانت غير وغير طبيعية. وغير كده كمان قبلها بيومين كان في استضافة أساطير العالم في كرة القدم في الأهرامات، منطقة الأهرامات، ومباراة في يعني مباراة بين أساطير كرة القدم والحاجات دي ونجوم عالم كلهم. ما كانش حد يحلم أنه هو الكلام ده ممكن يتعمل لا في جنوب أفريقيا ولا في غانا ولا في السنغال ولا الكلام من ده، ما اتعملش. كان مجرد سياحة واقتصاد سياحة ورياضة وأمن وأمان وشعب محب للناس وبيرحب بيهم ترحيب كويس جدا جدا. يعني بالتأكيد الاتحاد الأفريقي مش هيلقى ده عصره الذهبي، يعتبر انه في تعاون بهذا الشكل وبهذه الصوره وبهذه الكيفيه، بالتاكيد هو في اسعد ايامه. اكيد ده ممكن يدي فرصه لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا ان يعمل نفس الحدث ده في مصر الفتره الجايه. هو الراجل انا لا اشك لحظه انه ممكن جدا يقدم على هذه الخطوه، وممكن جدا يبقى فيه ترتيبات تبدا تتسارع من دلوقتي انه هو يعمل الحاجه دي في مصر. احسن لاعب في العالم تبقى موجوده في مصر، ان لم يكن العام القادم العام اللي بعد منه، بالتاكيد بالتاكيد هيحطه في الاجنده ويبقى فيه حاجه زي كده، لانه ما صدر منه من تصريحات مش بعد الحفل، لا من بعد كاس افريقيا، جاني انفانتينو تقصد؟ طبعا ما صدر منه من تصريحات متتاليه، وسواء ما نشر في الصحف مباشره وعلى وسائل الاعلام مباشره وما نشر على موقع الاتحاد الدولي، بيؤكد ان الراجل ده زي ما يكون عايز يقول انا مصري. لانه الكلام اللي قاله وانا بدعو كل نجوم العالم وبدعو كل الناس المحبه يعني المحبه للحياه النتيجه تزور مصر، واللي ما زارش مصر المحبه للطبيعه بكل حاجه، يعني بيقول لك اللي ما زارش مصر يعني انا بدعو انه يجي يزوره، واللي هيزورها هيزورها تاني. يعني معنى ذلك يعني ولا اجدع وزير سياحه لمصر في تاريخها بالتاكيد. يعني فاعتقد انه ممكن جدا هتبقى في اجنده الاتحاد الدولي لكره القدم قصه ان مصر تنظم حدث زي كده او تنظم او اي حاجه، احنا بس احنا نطلب بمعنى صح احنا نتحرك. اكيد هيكون في خطوات لازم بعد الحادثه، ولازم نتحرك مع الراجل ده. هو شاف امكانياتنا وشاف قدراتنا وعارف ان ممكن اي حدث بينظم بينجح، فلو احنا طلبنا في مسانده وكده وحاجات زي كده الدوله المصريه قادره ان هي تستضيف كل حاجه. طيب على مستوى الجوائز، الاعلام الرياضي او النقاد الرياضيين، وحضرتك بالتاكيد كمدير تحرير اخبار رياضه ومتابع لشان اتحاد الكره المصري تحديدا، رصدت ازاي فكره توزيع الجوائز؟ يعني جائزه افضل لاعب في افريقيا فاز بيها اللاعب السنغالي ساديو ماني، وكل خبراء التحليل والنقاد الرياضيين وحتى النقاد الكوره او حتى المدربين اجمعوا على ان ساديو ماني استحقها عام 2019. تحليلك لهذه الجائزه غياب صلاح لو عندك معلومه، لان احنا برضو بنبحث عن المعلومة الصادقة في هذا الأمر. أولا عايزين نقول يعني الناس كلها تقريبا فاهمة كورة، والناس كلها متابعة الحدث ومتابعة محمد صلاح ومتابعة ساديو ماني ومتابعة إنجازات ده وإنجازات ده، وعارفين كل الكلام ده كله. يعني يعني التحاليل في الوقت ده ساديو نافس صلاح على الجائزة في الموسم الماضي أو في العام الماضي،
تمام، وهو كان منافس برضو الاول له هذا العام. بس لو جيت تبص للكفتين متساويتين او متوازنتين بالتاكيد، كف صلاح وماني، لكن نقدر نقول انه اللي رجح كفه ماني ان هو منتخب بلاده، قاد منتخب بلاده للمباراه النهائيه، فيما بين محمد صلاح خرجنا من الدور من دور ال16، فشيء طبيعي جدا جدا. العادل والنقاد والكله هيقول ان ماني هو افضل من صلاح في الحته دي. دي نقطه، دي مجرد تصويت، كام صوت بتفرق، واخد بال حضرتك؟ يستحقها ماني. محمد صلاح يستحق المركز الثاني عادي جدا جدا. قصه عدم حضوره للحدث هي دي اللي أثارت كل هذا اللغط اللي موجود. كان ممكن جدا الحفل يبقى جميل وشيك وزي الفل وتمام التمام، وكل الناس روح الرياضية موجودة، وما يبقاش التعليقات تنصرف إلى كلمات النفسنة وكذا وكذا والحاجات دي كلها، وهي مش موجودة أصلا، مش موجودة. مش موجودة بين صلاح وماني خالص نهائيا. هذه النقطة مش موجودة ليه؟ وبالتأكيد قبل ما يجي بالتأكيد صلاح قال له أنا مش هاجي الحفلة عشان خاطر كيت وكيت 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 وعشان خاطر كذا. خلصت، واخد بال حضرتك؟ وهو الولد أو النجم الكبير السنغال المحترم تفهم هذا الموضوع وما تطرقش إليه، تمام. أما لماذا لم يحضر صلاح؟ فدي احنا برضو مش عايزين نعمل فيها ان احنا مش عارفين حاجه، او احنا ده موضوع غامض، لا ده فيه ده صلاح بيتكبر او مغرور او الكلام من ده كله او اتغر او كذا. الحاجات دي كلها ما يصحش ان احنا نرددها اولا، لا في اعلام ولا في كده. لازم ننصف الموضوع، كل ما في الامر انا على اعتقادي وليست معلومه مؤكده ان هناك خلافات سابقه بين صلاح وبين الاتحاد السابق لكرة القدم. يعني دي معلومات حضرتك رصدتها في كتابة تقاريرك عن هذا الموضوع وعن هذه الجائزة؟ بالتأكيد. إن على مدار السنة اللي فاتت دي كلها كان هناك، وحتى من بعد كأس العالم كان هناك خلاف بين محمد صلاح وبين اتحاد كرة القدم السابق. دي نمرة واحد. فشيء طبيعي جدا الخلاف ده ممتد، وليس مع اتحاد كرة القدم، وليس مع منتخب مصر. وحتى ياما كان في نوع من انواع الشد والجذب والكلام من ده، كان برضو بسبب هذا الخلاف السابق، وليس الاتحاد الحالي. طيب، من خلال متابعتك وقربك من اللاعبين المنتخب الوطني واللاعبين المحترفين وتخطيطك لهذا الملف تحديدا خلال السنوات الاخيره، سواء لما كان موجود صلاح او حتى قبل كده، هل لو في خلافات ممكن يكون سبب جوهري للغياب عن الحفل؟ انا بحاول قدر الامكان بس يعني اخد من حضرتك قدر الامكان لو في معلومات في هذا الموضوع. طبعا هو يعني الخلافات الموجوده بين اعضاء الاتحاد كلهم ورئيس الاتحاد السابق وصلاح. اذا كانت خلافات واختلافات، مش هنقول ان هي سطحيه ولا جوهريه، لا ده جوهريه بمعنى صح. كان في خلافات على حقوق الرعايه، وكان في خلافات على حضور المؤتمرات الصحفيه، وكان في خلافات في مش عارف ايه، كل الخلافات دي كلها كتيره جدا، واخرها كان عدم التصويت، واخرها او نتيجه كل ده اثمر انه عدم التصويت لصلاح من جانب اتحاد كره القدم، مهما كانت المبررات بعديها واللي اعلنت والحاجات دي كلها، ومحدش اقتنع بيها اصلا يعني. فالخلافات موجوده والاختلافات جوهريه موجوده، فشيء طبيعي ان النهارده هو يعلم تمام العلم انه رئيس الاتحاد السابق هيكون حاضر الحفل، وهو اللي منظم تقريبا الحفل، وهو اللي عامل كل الترتيبات دي كلها، وعشان كده ما رضيش يجي عشان خاطر برضو نوع من انواع عزة نفسي منعاني زي ما بيقولوا. طيب، لذلك احنا في الملف ده تحديدا ما بنحبش نبني رأي طالما المعلومة بتبقاش واضحة، لذلك طبعا بنحاول قدر الامكان نستفيد بوجود الاعلاميين والنقاد الرياضيين عشان نسمع منهم المعلومات، مش هقول الاراء، لا، المعلومات تحديدا في هذا الملف، لان احنا في النهاية احنا بنتكلم عن اسم ونجم كبير جدا زي محمد صلاح، ممكن نوصل لمرحلة العتاب في عدم الحضور للحدث او الايفنت بيتنظم في مصر، لكن التفاصيل الداخلية اكيد طبعا مش هنبني راي الا ما يكون في معلومة رسمية سواء من صلاح او من الاتحاد، سواء الحالي او السابق، يبين ايه هذا الموضوع وايه كيفيته. طيب، الاتحاد الافريقي خد قرار او عمل جائزة تقديرية للاتحاد المصري، حضرتك ليك وجهة نظر او معلومة او راي في هذا الموضوع؟ ممكن برضه نشرحها للناس، لان حصل التباس كثير جدا في هذا الملف مع الناس خلال الساعات اللي فاتت. جميل قوي. هو الاتحاد الافريقي شعر ان مصر قدمت اقصى ما يمكن من جهد
عشان خاطر نجاح البطولتين الأفريقيتين اللي اتعملوا على أرض مصر. تمام؟ و يعني لما يحب يطلع أو لما يحب يقدر هذا العمل هيعمل إيه؟ حاجة من اتنين، لا إما يمنح جائزة، يمنح جائزة من الجوائز الكبيرة لحد من مصر، وطبعا دي خرجت خلاص بالتصويت والكلام من ده وصلاح ما خدهاش عشان يقدر مصر، لا إما إن هو يمنح جائزة للحدث نفسه، ما ينفعش ان هو يهديها للحكومة المصرية عشان ده مؤسسة خاصة رياضية ملهاش علاقة بالحكومات والكلام من ده، وما ينفعش ان انت تديها جايزة، دي حاجة تانية. فاستحدثوا الجايزة اللي هي خاصة بالاتحاد، افضل اتحاد لكرة القدم كده. كان هناك يقال، ودي معلومة وليست اجتهاد وليست رأي، كانت هناك نية انه يبقى في جايزة مستحدثة باسم شخصية العام الرياضي، وكان من المفترض أن تكون هذه الشخصية هو المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق وعضو اللجنة التنفيذية الدولي. تمام، ولكن تراجعوا في آخر الأمر عشان خاطر اللغط اللي موجود حول قصة إقالة أو استقالة كابتن هاني أبو ريدة من الاتحاد وكلام منها، وقال لك إن احنا نديها لاتحاد كرة القدم المصري تقديرا لما قدمه على صدافة هذه الأحداث، لما قدمه من تنظيم الأحداث دي كلها ورعايته وإشرافه. يعني إحنا في الأول والآخر ما خدناش جايزة عن الكورة، لا خدنا جايزة عن جهد الدولة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ثلاث أحداث كبار. تمام. في زمن قياسي، فإحنا خدنا الجايزة باسم الدولة المصرية، وإن كان تسلمها المهندس هاني أبو ريدة. البعض كان بيفضل أن الذي يتسلم الجايزة ممثل الشخصي الاتحاد كرة القدم اللي هو السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الخماسية المؤقتة، وليس المهندس هاني أبو ريدة. ومع ذلك البعض بيرد على هذا الكلام، وما المهندس هاني أبو ريدة أصلا هو عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم بحكم موقعه في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ده حكم اللائحة والقانون فعلا حسب اللائحة. فما هو مش هو غريب على الاتحاد المصري لكرة القدم، لا ده هو ما زال عضو فاعل فيه وعادي جدا بحكم هو فعلا. دي نقطة مهمة استاذ محمد ذكرتها، في نقطة يا جماعة في لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري إلى أن يطرأ تعديل وتحذف هذه المادة إذا ما كانتش موجودة، بس فعلا طبقا للائحة أي عضو مكتب تنفيذي أو أي شخص موجود في منصب دولي للعبة نفسها بيكون عضو بالتبعية في الاتحاد المحلي، ده موجود في الاتحاد المصري لكرة القدم. فطالما المهندس هاني أبو ريدة عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فهو موجود كعضو في الاتحاد المصري لما بيكون بقى في مجلس إدارة أو لما بيكون في لجنة أو إدارة للاتحاد في الفترة السابقة أو حتى في الفترة القادمة. وإحنا يعني عايزين نقفل الموضوع ده، نقول أن الذي نال جائزة التقديرية المحترمة دي هي جهود الناس اللي بتعبت ونظمت أمم أفريقيا ونظمت أمم أفريقيا للشباب ونظمت الحفل ونظمت كل الأحداث الرياضية الكويسة دي، وإن جائزة هي جائزة للدولة المصرية على حسن إدارتها للاحتفاليات الرياضية اللي حصلت على أرض مصر. طيب ده كان ملف مهم جدا لازم نتكلم فيه، لأنه كان خلاص حفلة مهمة جدا كانت فيها متابعة بالملايين عبر شاشات التلفزيون، وبالتأكيد ده يعني كنا سعداء جدا باستضافة هذا الحدث الإفريقي في مصر. أنتقل لملف آخر وهو متعلق بالكرة الإفريقية، خاصة إحنا هنتكلم على مباراة بلاتينيوم والأهلي إن شاء الله يوم السبت الساعة 3 العصر، مباراة في الجولة الرابعة للبطولة الإفريقية. حكم المباراة حكم من الكونغو. تمام. ورصدت هذه المسألة خلال الفترة الأخيرة من بعد أزمة مباراة النجم الساحلي والأهلي، ابتدى الاتحاد الإفريقي يدفع ببعض الوجوه الشابة صغيرة السن الحديثة في القائمة الدولية. حكم في القائمة الدولية من سنتين، من سنة، من ثلاث سنين، ده حصل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة مع فريق بلاتينيوم على استاد السلام، وأيضا كمان في المباراة القادمة حكم من الكونغو دولي منذ عامين من 2017. جميل. هو بالتأكيد الاتحاد الأفريقي بيعاني زي ما احنا بنعاني برضو في مصر من قصة الحكام على مدار السنوات الماضية، وبالتأكيد ان في كان في نوع من انواع يعني مراكز القوة من الحكام الكبار القدماء اللي هم ممكن يصغيروا بطولة ويحولوا تجاهها لأي ناحية تانية. فأدرك الاتحاد الأفريقي هذا الأمر فبدأ يجدد في حكامه، معنى صح يجيب وجوه شابة، يجيب وجوه جديدة، يجيب ينزل بالسن شوية عشان ما يبقاش فيه الشكوى المرة من الحكام الدوليين والكبار اللي هم يديلهم 10 سنين بيديروا مباريات ومنهم بيسبب أزمات ومنهم من يتقاضى
يعني حاجات تانية، واخد بال حضرتك؟ فده ده اللي خلى ده الكلمة اللي خلى. دي الكلمة دي كلمة تقيلة قوي. لا تقيلة ليه؟ ده هو الاتحاد الافريقي واقف اكتر من خمس ست حاجات، استبعدهم شطبهم. انت حضرتك تقصد، انا بس كان لازم قوي بس اعمل نقطة هنا على الجزئية دي، حضرتك تقصد حتى الاتحاد الافريقي اعلن ده ووقف مجموعة من الحكام وشطبوا وشطبوا وخلاص وكلامين ده ومنهم الحكم بتاع مباراة الاهلي والترجي. لا عشان اوضحها للناس، لا لا تقصد المجموعة اللي الاتحاد الافريقي اقصاها قبل كده. الاتحاد الافريقي شطبها خالص يعني، ومن نوع حكام كبار يعني، ما يعني ليس سر مباراه الترجي والاهلي. ايوه اللي بتاع بتاع ايد النرامو يعني بالزبط. شيء طبيعي يعني، معروفه يعني، حاجات معروفه كلها. فهم حكام كانوا مرتشين وتسببوا في تحويل بطولات عن مسارها الطبيعي، فشيء طبيعي تخلص منهم الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي النهارده بيعيد بناء جيل جديد من الحكام، مع بس بالتدريج. بالتدريج يعني ايه؟ يعني اولا يمكن طبعا انه الحكم الخاص بمباراه النجم والاهلي بوندو اللي كان تسبب في الكارثه طبعا ده استبعد من هذه الجوله، وما مش هيحكم هذه الجوله عقابا له على اللي حصل في ماتش النجم والاهلي. هو فعلا صح، من بعد مباراه النجم والاهلي هو بقاله اكتر من ثلاث جولات بعيد عن اداره اي مباراه. يعني معنى ذلك ان هو لا اما موقوف، لا اما مستبعد، لا اما واخد عقوبه. المهم انت حاجه في معلومات في الملف ده، دي معلومه والمتتبع لاسماء حكام الاطقم التحكيميه كلها في كاس الاتحاد وكاس ودوري الابطال الافريقي مش هيلاقي اسم موجود. فشيء طبيعي لما الاتحاد الافريقي يكتشف ان في خطا وفي كذا وفي كذا، والا ما كانش بعت للاهلي جوا خطاب وقال له يعني احنا هنتدارك وايه المشاكل اللي حصلت، هنتدارك كل المشاكل دي كلها، لانه في مكان في مشاكل حصلت. ده هو الخطاب، انا قلتها قبل كده، الخطاب احدث تاثير كبير جدا ونور لمبه حمراء في البطوله الافريقيه السنه دي، عشان الناس افتكرت بعد دوري ابطال افريقيا الاخير ان كاس الامم مرت بسلام، فالتحكيم استعاد هيبته من جديد. لا، جت مباراه النجم الساحلي والاهلي وكانت زي ما يكون الحجر اللي ارميه في المياه الراقده عشان الناس تاخد بالها، لا لسه الازمه موجوده يا جماعه. بالظبط بالظبط. فيعني شيء محمود من الاتحاد الافريقي ان هو يغير ويبدا الاتحاد الافريقي ان هو يغير في حكامه ويبدا يعني يدفع بالعناصر الشابه دي. وطبعا ده بيستتبع ان احنا برضه نهتم بحكامنا عشان يبقى في منهم من يتم الدفع بيه في مباراه افريقيا. بس هرجع للنقطه دي تاني عشان مهمه جدا الناس برضه تبقى مركزه معانا، لان الاهلي كان عمل شكوى والاتحاد الافريقي بعت للاهلي ردا على الشكوى، والاهلي بعد كده ارسل المواد القانونيه او الخلاف القانوني اللي حصل في المباراه من الاخطاء التحكيميه واخطاء تانيه اخرى بالتاكيد كانت واضحه قوي وظاهره للجميع. واضح حضرتك رصدت الجولات السابقه من بعد الجوله الاولى، الجوله الثانيه جوشوا بوندو ما كانش موجود، الجوله الثالثه ما كانش موجود، بنشوف في الجوله الرابعه والمباراه اللي احنا شفناها لغايه اللحظه دي دلوقتي مفيش من الاسماء اللي اعلنت، من الاسماء اللي اعلنت لمباراه الاهلي والزمالك والهلال السوداني والحاجات دي مش موجود اسمه، مش معلن. مش معلن. ثلاث جولات بعيد بيبقى في توجه ان حكم اخطا لازم ياخد عقابه او يبقى في موقف معاه. هيبقى بالتاكيد خد عقوبه يعني، مفيش حاجه اسمها استبعاد. يعني استبعاد يعني ايه استبعاد؟ مفيش حاجه اسمها استبعاد، هي الاستبعاد في حد ذاته عقوبه، لكن هي اسمها عقوبه الايقاف شهر 2 3 4 5 بس ما بيعلنش طبعا بالتاكيد. وده دور، ده دور النادي الاهلي ودور الاداره الفتره الاخيره ان هي حريصه قوي على الحفاظ على حقوق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لان الاخطاء السابقه اللي حصلت في البطولات الافريقيه لا ما خلاص بقى طبعا. لازم تبقى حاطط عينك وسط راسك وعلى طول، وما فيش ما فيش نوع اي تفويت لاي هفوه او اي اخطاء لابد ان احنا نواجه. مش الاهلي بس اللي يواجه، مفترض ان الزمالك برضو اذا ما حدث كل الانديه بتتعرض نفس ان احنا هنسند المباريات الدوليه المباريات القادمه لانديتكم ولحكام دوليين. يعني ده من ضمن النتائج الاجتماع النهارده، ضمن نتائج الاجتماع او حكام دوليين هيكونوا موجودين في الفتره الجايه لكل المباريات، مش هنجيب حكام صغيرين يتدربوا عندكم يعني. معنى اصح هنصحح، هنبدا نصحح. بس احنا يعني انا وحضرتك والناس، طب اصحح ازاي وانت عندك كلهم 7 حكام دوليين؟ هتخليهم دايرين زي النحل على كل مباريات؟ انت عندك في الاسبوع 9 مباريات، هتجيب حكام دوليين ازاي بقى عشان خاطر ترضي كل الناس؟ واخد بال حضرتك؟ هيبقى في صعوبه في تطبيق نفسه، في تطبيق الفكره، في تطبيق ان انت تحط حكام دوليين جاهزين. طب نفترض حد مسافر منهم بيحكم بره، او حد عنده معسكر، او حد عنده معسكر، او حد عنده اصابه، او حد عنده شويه برد او كلام من ده، هتجيب منين؟ ما انت ما تلتزم يبقى لازم تعمل. يعني الحل كان في حاجتين، الحل موجود في حاجتين، اما الاسراع بتطبيق تقنيه الفار، واما
المحاضرات والمكثفة ودورات المكثفة للحكام أثناء المباراة وشغالة عشان خاطر تقدر ترتقي بمستواهم وتصحح لهم أخطائهم أول بأول. فطبعا ده ما حصلش. المحاضرات والكلامين ده موقوفه، ما فيش. يا اما يتوقف الدوري يبقى نعمل مشكله حتى ايقاف الدوري، لان الدوري كله مستمر. هو الدوري مستمر، مش هيتوقف. هو مش هيتوقف الا في مارس اسبوع ولا 10 ايام عشان منتخبات. فانت هتفضل تكرر الاخطاء دي لغايه نص الدور الثاني مثلا ولا ايه بالظبط؟ ولا لغايه مثلا تقنيه الفار حتى الان الغموض يجتاح هذا الموضوع. طب على حضرتك المعلومات اللي اتقالت اتفضل بشكل رسمي من الاتحاد اتفضل، وده حتى من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنه اللي طلع قال الكلام ده، قال ان كان اكتر من حوالي 12 13 شركه عندنا عروض ان هي تطبق التقنيه الفتره الجايه من خلال معداتها واجهزتها. تم الاستقرار على 3 شركات بيتم الاختيار ما بينهم خلال الفتره الجايه بالتنسيق وبالتوافق مع وزاره الشباب والرياضه. تمام. الشركات منهم شركه نفذت التقنيه في كاس الامم الافريقيه في مصر، شركه بتنفذ التقنيه في الدوري الانجليزي، ودي بالتاكيد فيها تفاصيل كتير لان الاتحاد الدولي ومجلس الاتحاد الدولي اعترض على بعض التفاصيل والمعايير اللي اتطبقت، وشركه اخرى بتنفذ التقنيه في دوري ابطال اوروبا. ده جزئيه متعلقه بالامور الفنيه. المعدات هتوصل مصر على مراحل. المرحله الاولى في اجهزه وصلت حسب تصريح الكابتن محمد فضل النهارده، في بعض الاجهزه وصلت النهارده. طيب هل الامور المتعلقه بتطبيق التقنيه يا استاذ محمد بقى، ودي المعلومات اللي اتقالت ووعدوا النهارده حتى في الاجتماع الانديه ان تطبيق التقنيه هيتم من بدايه الدور الثاني، لكن من خلال كل هذه المعطيات هل التقنيه بالفعل ستطبق من الدور الثاني اللي هو بالظبط بعد شهر ونص، ولا هناك استحاله وصعوبه طبقا للمعايير والامور الفنيه اللي بيطلبها الاتحاد الدولي في هذا الملف؟ بالتاكيد في صعوبه بالغه ان انت تطبق في الدور الثاني. صعوبه بالغه؟ بالغه، لان انت النهارده محتاج ان انت تدرب كل الناس دي كلها على التقنيه نفسها، فلازم تاخدهم بالمباريات. التدريب الناجح العملي اللي بيضمن ليك ان مفيش اخطاء ترتكب اثناء تطبيق التجربه يحتاج من 6 إلى 8 شهور طبقا عشان تاخد الرخصه. لا الرخصه دي حاجه تانية. رخصه الحكم، رخصه الحكم نفسها دي مش مشكله. انت ممكن تدي الحكام المرشحين ممكن تديهم دوره مكثفه عشان خاطر يروحوا وياخدوا الرخصه بتاعتهم، مفيش مشكله. لكن ده انت في اطقم كامله بتشتغل على التقنيه. الاطقم دي محدش يعرف عنها حاجه ومحدش اختارهم لسه ولا حد عملهم. فهل من الممكن في شهر ونص تقدر تعمل اطقم وتقدر تدربهم وتقدر تاخد الرخص بتاع الحكام اللي هم احنا عندنا زي ما حضرتك عارف عندنا حكمين فقط لا غير هم المعتمدين من الاتحاد الدولي ان هم محمود ابو الرجال وجهاد جريش. تمام. فانت محتاج ان انت على الاقل 6 حكام تاني عشان خاطر يطبقوا يبقى يشغلوا القصه دي كلها. ده هم على الاقل موجودين في الغرفه. ما يكون موجودين. فانت هل الشهر ونص ده يكفي؟ إذا كانت اتحلت المشكلة الأولانية بتاعة العطاءات والشركات ورست وما رستش والأجهزة والكلام من ده، الأمور المالية أمور كلها سهلة، أمور سهلة لأن أنت في الآخر بتحل بيها أزمة ومشكلة عويصة كبيرة جدا جدا. لكن هل أنت تتسرع وتطبق التقنية وبعدين تيجي تحصل جناية في ماتش من ماتشات أنه برضو لا فار نافع ولا دولي نافع؟ ولا أنا قايل منه بقى فكرة التسرع في تطبيق هذا الإجراء القانوني المهم جدا، لأن بروتوكول تقنية الفار ده جزء من قانون اللعبة. بالظبط. لو أنت أخليت بشيء متعلق بقانون اللعبة أنت بتدمر المسابقة وبتضربها في مقتل. خلاص، وهتبقى سمعتك وحشة كمان. بالظبط. مش هتقدر، وسمعة مسابقتك كلها، لأن هتبقى في أخطاء أكتر. يعني أنت بتقول ده العنصر البشري أخطأ في الحكم اللي أصدر قرار عشان خاطر وجل من لا يسهو الحاجات اللي إحنا بنقولها دي. طب وما تقنية بقى إلكترونية تكنولوجية متقدمة وتخطئ بقى في تفسير الحاجات بتاعتها أو في تشغيلها أو في كذا أو في كذا، تبقى مشكلة كبيرة. هتبقى كارثة. مش مشكلة كبيرة، خاصة إن أنت هتبص كل ماتش كل واحد يقول لك ايه عايزين الفار يلا ارجع عايزين مش عارف ايه كل واحد حتى تلقى المدربين بره هيشخطوا في الحكم اللي جوه ويقول له عايزين الفار، ويجي الفار بعد كده القرار مش في صالحهم وهو في صالحهم
يعمل مشكله كبيره جدا. هي المعايير والتدريب وفي امور كتير جدا لازم الناس تشتغل عليها. انت اللي يجب على اتحاد الكره ان يكون لديه الشفافيه الكامله ودقيق ويقول يا جماعه احنا الموضوع كذا وكذا وكذا، نتعجل في تطبيق التجربه وتفشل ولا ننتظر حتى الموسم الجديد وتنجح ويبقى ونبدا موسم على نظيف واحنا نرتقي بحكامنا خلال الفتره المرحله اللي جايه دي. طيب. ايهما افضل؟ انا معايا خبر مكتوب فيه ان وزاره الرياضه وافقت على تطبيق تقنيه الفار من الدور الثاني بالدوري بحسب ما اعلنه طبعا مسؤول اتحاد الكوره، ان هم تلقوا موافقه رسميه على اتمام التعاقد مع احدى الشركات الاسبانيه. شايفها خطوة كويسة ان التعاقد مع الشركة اللي هتجيب الاجهزة. هو اصلا يعني برضو يعني هي وزارة الشباب اصلا يعني هي بتدعم اي شيء يجنب تطوير يجنب اللعبة المشاكل والحاجات دي كلها والازمات شيء طبيعي. فياما تديهم موافقة، انا موافق خلاص اعمل اجراءاتك المالية وهات التقنية اللي انت عايز، احنا موافقين مفيش مشكلة. اصل احنا في الاول والاخر لاما هيبقى في دعم من وزارة الشباب ويعني من الدولة المصرية للاتحاد الكورة عشان خاطر التقنية، لإما يبقى في موافقة مجرد موافقة على المبدأ نفسه إن أنت تطبق عادي، الاتنين ما فيهمش أي مشكلة وما فيهمش جريمة، لا بالعكس ده هو وزارة الشباب بتقول لهم الحجة إن الموافقة، لا أنا موافق يا سيدي يلا اعمل شغلك اعمل شغلك. هو الاهم في الشغل المالي سهل وبسيط. الشغل المالي سهل زي حضرتك، الشغل الفني لان انت في الاول الفني. والاخر بتعمل مناقصه او مش عارف ايه عروض وثلاث عروض وعروض واجراءات دي كلها بسيطة. اجراءات ماليه سهله وبسيطه وممكن اي حد يعملها مفيش مشكله، والموافقه من الحكومه ماشي وكيل الحكومه وزير الشباب موافق على التقنيه مفيش مشكله خالص. يعني لان هي ده اصبحت ضروريه وليست ترفيهيه او ليست يعني وجاهه. المهم بس اجراءاتها تتم صح وتنفيذها يكون اوف لاين قبل ما يبقى اون لاين عشان الناس الاول تتعلم وتتدرب على معاييرها وبعد كده تطبق اون لاين، لان الاتحاد المغربي الدور الاول شغالين فيه لغايه دلوقتي بتطبق فيه التقنيه اوف لاين، وبدايه من اول فبراير هتبقى التقنيه اون لاين. الاتحاد الانجليزي مرن التقنيه على كل عناصر اللعبه سيزون كامل موسم كامل. احنا حاسس ان احنا بنعمل الملف ده كله عايزين ننجزه في شهر ونص، انت عارف وهي هتبقى مشكله كبيره. في الامارات اضافوا كل المنظومه اللي بتتدرب على المحللين والصحفيين الراغبين ياخدوا دورات في دولة الإمارات، ياخدوا دورات على تقنية الفيديو نفسها عشان خاطر محدش الصحفيين والمحللين عشان محدش يجي يبتكر حاجة ويطلع على الشاشة ويبتكر حاجة ويعمل لغط ويعمل لغط وكلام من ده، يبقى فاهم هو بيقول ايه. خد دورة زيه زي الحكم بيقول لك ده بيشتغل ازاي وده بيعمل ازاي وده كذا وده كذا. ممكن نعمل ده في مصر؟ ده انا طالبت الكابتن جمال الغندور في لقاء معاه من اكتر من شهر او شهر ونص، قلت له الفار هيطبق؟ قال لا، قال ان شاء الله هيطبق ان شاء الله على بدايه الدور الثاني ان شاء الله. ده الكلام ده واخد بال حضرتك؟ وقلت له يا ريت وانت بتعمل الاطقم وتعمل دورات تدريبيه تفتكر ان انت تفتح الباب امام بعض المحللين في الفضائيات والصحفيين والنقاد الرياضيين عشان خاطر يفهموا القصه، ما يصدروش رساله سلبيه كمان للجمهور والجمهور يبقى سوشيال ميديا وتبقى بالزبط. قضيه هو قال ده انا موافق جدا جدا، وبس يبقى في جهه معينه ما تخاطبني. قلت له رابطه النقاد الرياضيين ممكن تخاطبك، رابطه النقاد نقابه الصحفيين على حسب الاعلام نقابه الاعلاميين مفيش مشكله، الرياضيين مفيش عادي يعني بالزبط. اي قال عشان وانا افتح الباب ويخشوا وياخدوا دورات مع الناس اللي اتدربوا. كابتن جمال غندور نجح بنسبه كام في اداره اللجنه والحكام في الفتره الحاليه؟ لا احنا طول طالما هناك مشاكل وازمات يبقى مفيش نسبه نجاح الكبيره طبعا. ياما الموسم يطلع كل موسم نظيف بدون شكوى بدون بيانات احتجاج بدون يعني اعتراضات بدون مشاكل بدون قرارات خاطئه نقول نجح، لكن هو الراجل انا بعذره لان هو جاي بيرتب الاوضاع من الاول وجديد. ترتيب الاوضاع ده بياخد وقت وبيحاول يطلع جيل تاني، وعشان كده بيتسرع في الدفع بعدد من الحكام الصغيرين او الوجوه الجديده او الدماء الجديده، عشان كده ما نقدرش نحكم على انه نجح او لم ينجح، لازم ياخد فرصته بالكامل ولازم يطبق المنظومه اللي هو عايز ينزل ولازم يتابعها بنفسه، يعني ما يتركش الامور للجنه الفنيه انها بتشتغل. اللجنه الفنيه لها صلاحيات وتصلح اخطاء الحكام وتحاكم وتحاسب وبتاع، بس لازم بمتابعه واشراف دقيق منه. تمام اوكي. طيب ملف اخر وفي الجزء الاخير من الحلقه بتكلم مع حضرتك فيه مباراه بلاتينيوم والاهلي، وده شيء بيهمنا كلنا وبيهم جماهير النادي الاهلي، وحبيت اختم بيه كلامي لان بالتاكيد
كلنا حرص بشكل كبير جدا على أهمية هذه المباراة والثلاث نقاط، لأن هتضع الأهلي في صدارة المجموعة قبل مواجهة النجم الساحلي. لا ده مش هتضع الأهلي في صدارة المجموعة فقط لا غير، ده بتضمن إلى حد كبير تأهل الأهلي لدور الثمانية، لأنه هي مباراة بس بنسبة مفصلية. لا مش بنسبة، لأن لسه النجم جاي لك. لا ما مش بنسبة، يعني مش بنسبة، أنت هيبقى عندك 9 نقاط هيبقى عندك 9 نقاط وعندك مباراة النجم جاي لك على ارضك وعندك مباراه نجم ورايح السودان في الاخر، وانت هتروح الهلال السوداني في الاخر. فلو عملتها حسابيا هتلقى ممكن جدا ان الهلال يتعادل مع السوداني مع النجم هناك، يبقى كل واحد بقى 7 نقاط. لو الهلال فاز بقى 9 والنجم بقى 6. فوز الهلال على النجم وفوز الاهلي على بلاتينيوم الجوله الخامسه اللي قبل الاخيره هتحسم المجموعه بشكل رسمي، هتحسمها بالتاكيد وهتحسمها لصالح ان شاء الله باذن الاهلي والهلال. فالمباراه صعبه لانه الاهلي لا بديل امامه عن الفوز، ونمره 2 لابد هو بيفوز يحط في حساباته انه هو يفوز باكتر من هدف كمان عشان تحسب لو حصل تساوي في النقاط، تساوي النقاط ولا حاجه، يبقى الصداره بتاعت المجموعه تختلف عن ان انت بتبقى في مركز ثاني. ده شيء داخل حاجه تحسبه لو كمان تساوي في المواجهات المباشره. المباراه برضو مش بسهوله اللي احنا متصورينها، لا يعني نتيجه شكل المباراه ممكن يكون اصعب من المباراه الاولى. المباراه الاولى انتهت 2-0 للاهلي. طبعا هي شكلها مختلف، هتبقى مختلفه وصعبه. هتبقى صعبه ليه؟ لان الفريق المنافس ما عندوش ولا نقطه، ما عندوش حاجه يبكي عليها، وممكن جدا يتهور ويلعب مش عارف ايه ويبقى مش هيبقى متحفظ زي ما كان هنا في مصر. فشيء طبيعي هتبقى في يعني ضغوط على لعيبه الاهلي كمان اكتر من المباراه الاولى. المباراه الاولى على ارضك والاهلي يعني مستريح نفسيا وكده كويس وضامن النتيجه فعشان كده فاز، لكن هناك هتبقى الوضع مختلف، في ضغوط على لعيبه الاهلي ان انتوا لازم تفوزوا، فالضغوط دي ممكن جدا تخلي المباراه صعبه على الاهلي شويه. طيب ممكن البعض يقول لك لا ممكن تكون في وجهه نظر ثانيه. الاهلي في الدوري ماشي بشكل كويس، عامل 10 انتصارات متتاليه ب 30 نقطه ورقم جيد جدا في المسابقه المحليه. فايلر ليه فلسفه في المباريات سواء المحليه والافريقيه، وفلسفته واحده وان هو ما بيحبش يلجا للدفاع وبيلعب كره حلوه سواء في افريقيا او في مصر. طيب في افريقيا بره مصر مواجهته مع غينيا الاستوائيه وبطل غينيا في الدور 32 عمل نتيجه كويس مع النجم الساحلي لولا الخطا التحكيمي كان الاهلي ممكن يعمل شكل كويس. الناس شايفه ان مباراه البلاتينيوم هتبقى فرصه كويسه لفايلر مع الاهلي يعمل فيها شكل جيد يعبر بيه عن نفسه وعن امكانيات الفريق في التوقيت الحالي في البطوله الافريقيه. هو احنا زي قلنا ان فايلر لغايه دلوقتي لعب تقريبا 14 مباراه هزم في هزيمه واحده. هو 10 محلي 10 محلي سوبر 11 ولاعب حوالي 5 افريقيا 3 4 ودي الخمسه اللي جايه يعني 14 16 مباراه بيتكلم غير السوبر طبعا غير السوبر المحلي عدد كويس في البدايه يعني عدد يعني 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 لما يلعب 15 16 مباراه ويخسر مباراه واحده ومفيش اي نوع من انواع التعادل خالص الحمد لله، فده نتيجه مطمئنه للغايه. لكن احنا الكره ملهاش كبير، الكوره ملهاش كبير في هذا التوقيت بالذات، عنق الزجاجه والمباريات المفصليه اللي زي مباراه بلاتينيوم دي ما ينفعش فيها ان احنا نبقى مطمنين او حاطين في بطن بطيخه صيفي. نطمن على ان فرقتنا كويسه وادائها كويس ونقدر نقول ان هي ماشيه كويس جدا، وبس احيانا بيبقى المدير الفني نازل بفكر معين في الشوط الاول الفكر ده ما بينفعش والمباراه بتتعقرب منه ويجي يصلح في الشوط الثاني اي نعم ويكسب بفرق هدف واثنين وثلاثه، لكن برضو في المباراه اللي زي كده ما تحتاجش المجازفه، تحتاج ان انت تبقى مركز قوي ونازل بخطه كويسه ونازل باراده وعزيمه ان انت تخلص في الشوط الاول. متفائل خاصه ان في اجواء طبعا مناخيه هناك صعبه جدا، درجه حراره عاليه رطوبه عاليه وامطار شديده، ممكن امطار كتيره يعني. بس على الناحيه اللوجستيه استاذ محمد انا اسف معلش المقاطعه في الجزئيه الاخيره ديت، على الناحيه اللوجستيه او الناحيه الاداريه لتنظيم اقامه هذه المباراه بالنسبه للاهلي حصل امور ان شاء الله تدينا انطباع ان لا الامور الفنيه تبقى كويسه، ان انت سافرت قبل الماتش بخمس ايام قعدت يومين ثلاثه في العاصمه، هتستقل الطائره بكره الصبح الساعه 8 عشان تروح تلعب في المقاطعه اللي فيها المباراه. تمام. فبالتالي مش عامل اجهاد بدني او مده سفر طويل على الفرقه. لا هو طبعا كل دي امور الفضل فيها يرجع للاداره الكويسه السليمه اللي هي بتخطط صح وبتعمل على راحه الفريق، واخد بال حضرتك؟ بس برضو لا نضمن الملعب، انا متفائل
ان الاهلي ان شاء الله هيرجع بالثلاث نقاط وبنتيجه مميزه جدا ان شاء الله باذن الله، ويبقى نستقبل النجم ونكرمه اكرام كويس جدا ونتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد انا بشكرك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكانت فرصه طيبه نستطلع آراءك في كل هذه القضايا، خاصة أن الأسبوع كان مليء بأحداث كتير، ودايما كده الكرة المصرية الكواليس فيها والأسرة ما بتخلص، ودايما كل يوم في جديد. أنا بشكرك جدا وبشكر يعني قناة الأهلي، وبالتوفيق إن شاء الله لزعيم القارة بطل القرن النادي الأهلي. شكرا جدا أستاذ محمد. شكرا. كان لقاء مهم جدا مع الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة لاستطلاع رأيه ومعرفة المعلومات الخاصة بالأحداث الرياضية التي طرأت على الساحة خلال هذا الأسبوع، لكن بإذن الله بداية الأسبوع القادم انطلاقة جديدة للنادي الأهلي في البطولة الإفريقية، مباراة بلاتينيوم على ملعب الفريق الزيمبابوي، مباراة مهمة جدا في الجولة الرابعة، ثلاث نقاط يضع الأهلي في الصدارة قبل مواجهة النجم الساحلي، بالتأكيد الجولة الرابعة والخامسة هيحسموا شكل المجموعة قبل المباراة الأخيرة، وكلنا الثقة إن شاء الله في اللاعبين وفي الجهاز الفني على أنهم إن شاء الله يحققوا نتيجة كويسة قبل إن شاء الله العودة ومواجهة النجم الساحلي، وإن شاء الله يكون الانتصارات المحلية انعكاس جيد على البطولة الإفريقية. إلى هنا بتنتهي الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.